هشام المدح. هشام المدح راه كاين فيديو يقر بلسانه انه كان يمارس القواده بلسانه. قال لك انا كنت كنعطي مع احترامي للمشاهدين، قال لك انا كنعطي كلينكس وبريزيرفاتيف وكنعيط جهزي نفسك جهزي نفسك. اذا هذا انما يدل على انه يمارس القواده. انا ما كندافعش على غير الشينوي، شكون واضح راه داو الشينويه الا تبت في حقه هادشي راه غادي يمشي تحاسب. انما حنا كنشوفوا هاد هشام المداح كيوري المؤخره ديالو في لايف، مؤخره ديالو كيوريها في لايف وكيقول لك شوف هادي واش بونج ولا هذا طبيعي يا اختي شنو هادشي. مساء النور الاخ كريم الجوك، بغينا نسولوك على اول حاجه الصداقه ديالك انت وريدا المسمى ريدا والشينويه. هو الصداقه ديالي انا وريدا والشينويه وهو انني بينو بينو غير تيك توك وهذا كنتعاملوا، ما عندناش صداقه كبيره. الصداقه اللي عندي هي مع دار الشينويه، مع خديجه، مع بسمه، مع رانيا، مع عائشه، وبالخصوص مع عبدو. علاقتك قلتي مع الاخوه ديال عائله الشينويه؟ نعم. ملي سمعتي الخبر ديال الاعتقال ديال ريدا شنو كان الاحساس ديالك واش كنتي نس حاضر هنا؟ سمعت الخبر الاعتقال، انا ما كنتش كنت في مراكش، وانا قبل من الاعتقال ديالو قلت له راه دار هادشي اللي كدير فيه حاليا انا ما خدامش، واخا يعايرك شي واحد ولا تعاير ولا هذا ما تبقاش تطلع تعاير مع حتى شي واحد، لان هادشي راه ما خدامش. مابقاش السوشيال ميديا ولات عليها واحد المراقبه كبيره من طرف السلطه المغربيه، وهذا كيشرفنا على ان باش كلشي يلتزم في اللايفات ديالو او في المباشرات ديالو. نعم، كونك انت جوك واحد من السوشيال ميديا انفلونسور، كيفاش كتبان لك هاد المحتويات اللي دابا ولينا كندخلوا كنشوفوها في التلفزيون؟ لا صراحه مني وجبد بساله، صافي بساله ولات غير بساله. وزياده على ذلك النقطه اللي بغيت نوصل ليها ونشير ليها هو ان راه حتى البيبليك البعض منهم، يعني ما نديروش التعميم لان دائما لغه التعميم كتكون من لغه الجهلاء، تم البيبليك راه عنده واحد الدور كبير في هذا الشيء هذا اللي كيتبع التفاح. يعني هذا هو المشكل، يعني مادام كنلقاو باغ اكزومبل كنلقاو القران طلق الانسان القران هذا كتلقى 50 كتبعوا، والتفاهه كتلقى الملايين اللي كتبعوا. يعني هنا ان صح التعبير راه حتى المشاهد البعض من المشاهدين انهم مساهمين في هذا الشيء. نعم البعض، ما نقولش انا كيف ما قلت البعض حنا نعم غادي نقول خاصه كاين الناس اللي تهما في السوشيال ميديا وكيقول لك باللي غادي تخرج واحد الغرامات ماليه مهمه اللي تجاوز الخطوط الحمراء. اكيد زوينه هاد القضيه هذه عاجبانه انا بعدا كشخص مزيانه، يعني ما غاديش يبقى داك المحتوى ديال السب والقذف ما غيبقاش بزاف. دابا الغريب في الامر وهو ان السب والقذف تطور للابناء القاصرين، تطور للامهات الاباء بزاف ديال الحوايج، ولا الانسان ما بقاش في المواقع ولا كيخرج للواقع. هاد اللي كيمشي عند هذا حتى للدار باغي الدار معاه، اللي باغي يمشي عند كيتلاقى معاه في الزنقه. يعني هادشي هذا تطور بزاف، واللي صعيب بزاف انه كيكون مع شخص حتى كيوليو اشخاص. وخير دليل هو دار الشينويه مع دار عباس، يعني ولاو اشخاص اللي ما عندهم حتى شي علاقه ولاو داخلين في هذا المعمعة. نعم، على ذكر رضا والعائله، كيفاش كيبانوا لك هاد الخلافات اللي وقعات ما بين رضا والشينويه والعائله الملقبه بعباس؟ انا ما عجبنيش الحال في واحد الحوايج لانني ما تدخلتش، لانهم عائله بيناتهم وكانوا كياكلوا طعام بيناتهم وما قدام. يعني كان الانسان حب هذا هو انه يدخل بخيط ابيض. دابا المشكل كيمشيو عند دار شينويه راه قالوا فيكم قالوا فيكم، كيمشيو عند دار عباس كيتزاد داك الحقد وكيتزاد داك الشيء، مع العلم ان النهار فاش جبت الصلح واحد المشقه الانفس، وهذا الشيء راه شاهدين عليه لا دار عباس ولا دار شينويه. وزياده على ذلك وهو الصلح كان كتابي، وحتى الصلح ما بين امي خدوش وخديجه شينويه اللي عجبني بزاف هو انني عانقتهم بيناتهم. يعني تطور انني وصلت حتى نعانقهم بيناتهم وبداو كيبكيو بيناتهم بخيط ابيض. دابا المشكل كيمشيو عند دار شينويه راه قالوا فيكم قالوا فيكم، كيمشيو عند دار عباس كيتزاد داك الحقد وكيتزاد داك الشيء، مع العلم ان النهار فاش جبت الصلح واحد المشقه الانفس، وهذا الشيء راه شاهدين عليه لا دار عباس ولا دار شينويه. وزياده على ذلك وهو الصلح كان كتابي، وحتى الصلح ما بين امي خدوش وخديجه شينويه اللي عجبني بزاف هو انني عانقتهم بيناتهم. يعني تطور انني وصلت حتى نعانقهم بيناتهم وبداو كيبكيو بيناتهم، وخديجه بقى فيها الابن ديال فاطمه. ويعني في هذه الاثناء دابا هما مصالحين
حاليا راهم صالحين. واش العائلات بجوج من كل شيء، لا من هنايا ولا من هنايا، يعني كل شيء تنازلات كاملين. السؤال مطروح هنا واللي كل شيء الناس باغي يعرفوا، بما انك انت صديق العائله وصديق مقرب للعائله، هذاك الشيء اللي يقال او ما يشاع حول ريداول الشينويه ديال الفساد ديال القواده ديال التجاره في البشر، واش داك الشيء كيبان لك حقيقه؟ انا دائما كنقول الا تبت في حق ريدا ولد الشينوي هذاك الشيء راه غادي يتعاقب. يعني انا ما نقدرش نجزم في واحد الامور اللي باقا هي عند 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 السلطه. المتهم بريء حتى تثبت ادانته وصافي. هذا الشيء كاع الا تبت في حقه راه انا من الاوائل اللي نطلع نقدر ندير عليه فيديوهات، ولكن حاليا راه ما كاين حتى شي حاجه، ما شفنا حتى شي حاجه. خير دليل على ان كاين غير اوديو، خير دليل وللتذكير فقط، هشام المداح. هشام المداح راه كاين فيديو يقر بلسانه انه كان يمارس القواده بلسانه، يعني ماشي جابوا لنا ابيل ولا هذا، بلسانه قال لك انا كنت كنعطي، مع احترامي للمشاهدين، قال لك انا كنعطي كلينكس وبريزيرفاتيف وكنعيط جهزي نفسك جهزي نفسك. اذا هذا يدل انما يدل على انه يمارس القواده. رايك في هاد الناس اللي كيشجعوا على الفساد في الارض، وحنا كمجتمع مغربي ومجتمع اللي هو مسلم طبعا. شوف غادي نقول لك واحد الكلمه باش نختموا بها هاد الفيديو هذا. بالنسبه للفساد راه بنادم راه كاين اللي كيشوف بعينيه وما كيقدرش يدوي. راه ما غتقدرش تدوي، راه ما غتقدرش تبدل انت كشخص واحد تبدل بزاف ديال الحوايج. راه بالخصوص مني كتولي تشوف بالله عليك، كتولي كتشوف شخص صوت وصوره في قناه لا داعي لذكر الاسم كيقول باللسان ديالو وهذا الشيء راه شفناه ومحطوط في القنوات، وراه حطيته عندي في تيك توك عندي، بانه كيقول ان كان حداه 14 15 حتى 16 تليفون وكيجاوب على لي زابيل، وكيقول باللسان ديالو انه كان كيدير القواده الراقيه، على القواده فيها الراقيه وفيها هذا قواده لا راقيه ولا، وكيقول الفرق ما بين القواده الراقيه والقواده العاديه. هذا شنو نسولوا شي واحد في الشيء، حيت باقي ما عرفناش القواده الراقيه والقواده هي راه كتبقى في الاخر فاسد. كيقول باللسان ديالو صوتا وصوره بانه كان كيجهز العيالات، وكان كيقول فلانة جهزي نفسك غادي تمشي، وكان كياخذ 100 درهم كاسميتو، وكان كيعطي كلينكس وبريزيرفاتيف. هذا ما كيتسناش ان تنجيبوا لي ضحايا، هذا راه شهد على راسه. وكنتمنى انا ما نبقاش نقولوا شوف كلماتك الجوك او كلمتك الاخيره لدوك الناس ديال السوشيال ميديا اللي كيشجعوا على الفساد وكيشجعوا. شوف كوني على اليقين، يقينا ان كل شيء غادي يتحاسب، كل شيء غادي يتحاسب بالله عليك. هذا اللي كيدوي هاد هشام المداح، انا ما كندافعش على ريداول الشينوي، شكون واضحين ريداول الشينوي الا تبت في حقه هاد الشيء راه غادي يمشي يتحاسب. انما حنا كنشوفوا هاد هشام المداح كيوري المؤخره ديالو فلايف، مؤخره ديالو كيوريها فلايف وكيقول لك شوف هادي واش بونج ولا هذا طبيعي يا اختي، شنو هادش اشنو هادش بساله هادشي اللي كاين. شكرا لاله، ميرسي بوكو، الله يحفظك، تحياتي، مرحبا. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.